يؤدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه لمدة 5 سنوات على رأس البلاد اليمين الدستوري رئيسا للبلاد في 7 مايو الجاري خلال حفل تنصيب يقام في قصر الإليزي. وسيقتصر الحفل الذي ينظم وفقا للتقاليد في قاعة الاحتفالات بقصر الإليزي على إعلان نتائج رسمية للانتخابات الرئاسية، وسيختتم بخطاب إعادة تنصيب رئيس الدولة، وسيتم بعد ذلك إطلاق 21 طلقة مدفعية بهذه المناسبة.